بحب أحكي أول إشي بالنسبة لاهتمام المؤسسة بالباحثين العرب، إنه هي سبب تأسيس مؤسسة عبد الحميد شومان كان لتسليط الضوء على دور الباحثين العرب مش بس بالأردن، بالوطن العربي، ولإلهام كمان الباحثين اللي في بداية مسيرتهم البحثية. فتأسست الجائزة زي ما قلتي من سنة 1982، فإحنا اليوم يعني أطلقنا الدورة 42 للجائزة، يعني بدون توقف حتى سنة كورونا قدرنا إنه نكمل إجراءات الجائزة، وكان الاحتفال مرئي لكن كان الإجراءات كلها ماشية تمام. طبعا رؤية المؤسسة من وراء الاهتمام بالبحث العلمي إنه واحدة من أركان المؤسسة هي الفكر القيادي، فتحت الفكر القيادي بتيجي البرامج اللي بتهتم بالبحث العلمي، والجائزة هي واحدة من هذه البرامج. نعم، بحب أعرف منك الحقول اللي بتغطيها الجائزة. هلأ الجائزة على مدى السنين كانت تهتم بنفس تقريبا الحقول البحثية، خلينا نحكي اللي هي الحقول العامة، فعنا حقول طبية وصحية، الهندسية والتكنولوجية، علوم الزراعية كانت سابقاً، هلأ غيرنا المسمى صارت علوم المياه والغذاء والطاقة نظراً لترابط هاي الثلاث مواضيع مع بعض. عندنا العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الاقتصادية والإدارية، والعلوم الأساسية، حتى يكون في تغطية لكل نوع من الأبحاث اللي ممكن يتقدموا. نعم، فيها الباحثين. ولكن سنوياً ممكن تغيروا المواضيع لحتى تشجعوا أنه تكون أبحاث علمية بهاي المواضيع المستجدة عالمياً. 100%، الحقول ثابتة، كل سنة بنختار موضوعين تحت كل حقل، فكل سنة لما نطلق الدورة بيكون عندنا 12 موضوع بيقدروا أنهم يقدموا عليها الباحثين، لأن لما نحكي علوم أساسية هو كتير عام، فإحنا بنختار موضوعين، فمثلاً هذه السنة عندنا فيزياء الكم واحد من هاي المواضيع، والكوارث الطبيعية وبالتحديد الزلازل، فكل ما حددنا إحنا الموضوع كل ما قدرنا يوصلنا عدد من الأبحاث اللي مفلترة خلينا نحكي، واللي موجهة نحو موضوع بحثي محدد. كيف بتم الترويج؟ يعني هي أطلقتوها بشهر واحد، وكيف بتروجوا لها للباحثين العرب بالعالم العربي؟ هلأ ممكن يكون باحث عربي ولكن يعيش بدولة أجنبية كمان؟ طبعا، هلأ أول إشي الترويج. بالنسبة للترويج إحنا بنقوم بالتواصل مع جميع الجامعات العربية في الوطن العربي، من المغرب العربي لدول الخليج، نتواصل كمان مع السفارات العربية لأنه بيكون لهم تواصل مع المراكز البحثية، مع علماء مميزين ممكن كانوا على تواصل مباشر مع السفارة من خلال الشبكة المعرفية تاعتنا، ممكن أنه نكون وصلنا لبعض العلماء المتميزين بأبحاثهم، فبرضو عن طريقهم بنحاول أنه نروج للمواضيع. بالنسبة لأنه باحث عربي مقيم في دولة غير عربية طبعا هو بيقدر أنه يقدم للجائزة، لكن الشرط هو أنه يكون أبحاثه اشتغلها مع باحثين مقيمين في دول عربية عشان يكون الأثر البحثي موجود وعم بنعكس على الدول العربية. حلو، إذن خلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو عن جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، ونكمل حوارنا مع ضيفتنا. إلى الباحثين والباحثات في الوطن العربي، تقدموا الآن لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب. ستقدم الجائزة في دورتها 42 للعام 2024 في 12 موضوعاً ضمن 6 حقول، وهي حقل العلوم الطبية والصحية، العلوم الهندسية والتكنولوجية، حقل علوم المياه والطاقة والغذاء، حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، حقل العلوم الأساسية، حقل العلوم الاقتصادية والإدارية. باب التقدم مفتوح حتى 31 من آذار لعام 2024. جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، أول جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي. وأكيد جائزة بهذا الحجم وهذا هاي الأهمية، طريقة إدارتها يعني لازم تكون بهذا المستوى، فحدثينا أكثر عن طريقة إدارة هاي الجائزة. أكيد طبعاً، هلأ إحنا عندنا فريق عمل مخصص للإجراءات الجائزة من إطلاق ومن ترويج وكل هذا، بس هذا خلينا نحكي الجزء الإداري للجائزة، لكن في عندنا هيئة علمية، هاي الهيئة العلمية مكونة من 6 أعضاء ورئيس للهيئة، كل عضو من هدول الأعضاء متخصص بأحد الحقول، فهم اللي بيكونوا قائمين على تحديد المواضيع، إيش أهم المواضيع. إحنا بنحاول المواضيع ما تكون متكررة، فبنطلع على آخر 5 سنين شو حددنا مواضيع عشان نحدد مواضيع جديدة يكون في إلها هلأ، يعني زي كأنها trending topics هلأ بهذا الوقت. وهدول الهيئة العلمية كمان بيساعدونا باختيار المحكمين،
لأنه بعد الفرز الأول اللي بيصير بشكل إداري أنه استيفاء الشروط، الحقول كلها تكون معباية، هذه الجزئية يمكن إدارية أكثر. الهيئة العلمية بتحدد قائمة من المحكمين، طبعاً العرب واللي مقيمين في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي، بس من أهل التخصص والخبرة في المجالات اللي محددينها، وبيقوموا بتحكيم هاي المواضيع. التحكيم بيصير بشكل فردي، المحكمين ما بيكونوا بيعرفوا بعض، كل محكم بتوصل الباقة التحكيمية من الطلبات والمواضيع اللي بده يحكمها، بعدين بناخذ القائمة القصيرة من كل محكم وبنعمل اجتماع النقاش مناقشة القصيرة حتى نقدر نختار طلب واحد من المتقدمين، عشان نقدر قد ما نحاول قد ما نقدر انه يكون في شفافية ونزاهة في عملية اختيار الفائز. يعني كل سنة بيكون تقريبا 12 فائز من 6 حقول، 12 فائز كل سنة. نعم، لكن في عنا احنا 3 خيارات للقرار التحكيم، اما انه يكون عندي فائز أو ممكن يكون عندي فائزين إذا كتير كان صعب يختاروا واحد من طلبين، وهي قليل إنها تصير، بس مرات إذا عدد طلبات كان كتير ممكن يتساووا طلبين بالمعايير والعلامات التقييم. لكن عندنا كمان خيار اللي هو حجب، فمثلا السنة الماضية إحنا كان عندنا حجب لأحد المواضيع لأنه لجنة التحكيم شافت ولا واحد من المواضيع كان ضمن المعايير وضمن المستوى المطلوب لجائزة عبد الحميد شومان. خلينا نحكي معناته على المعايير، يعني على أي أساس بيتم قبول هاي الأوراق البحثية؟ طبعا هلا أهم المعايير اللي إحنا بنركز عليها ودائما بنحكيها حتى بالترويج عشان نكون عم بنأكد على هاي المعلومة، إنه إحنا ما بيهمنا فقط المسيرة البحثية الطويلة للباحث، لكن بيهمنا التركيز على آخر 5 سنين. ليش آخر 5 سنين؟ لأنه بآخر 5 سنين بيكون صار تطورات كتيرة، ممكن تغير كتير على الأبحاث اللي اشتغلها الباحث قبل 15 سنة. فهي واحدة من الأشياء اللي بتركز عليها جائزة الباحثين العرب في مؤسسة عبد الحميد شومان، إنها تكون مواضيع جديدة. طبعاً غيرها في عندنا المعايير إنها تكون تطبيقية، فاللجنة التحكيم تتطلع إنه هل اشتغلوا فيها مع جهات صناعية أو جهات غير بحثية، حتى إنه هاي الحلول يعمل على ترجمتها وتكون إنها عم بتفيد المجتمعات. المواضيع تكون تحت أولويات للوطن العربي، أولويات إقليمية أو عالمية بتخدم كل العالم، فهي جزء يعني من المعايير اللي بيتم الاطلاع عليها. في جزئية بتطلع على المسيرة البحثية بشكل عام طبعاً، لأنه ما بنقدر ننكر المؤتمرات اللي شاركوا فيها الباحثين، الكتب اللي نشروها اللي ساهموا فيها، لكن الجزئية الأكبر بتكون على النتاج العلمي في آخر 5 سنين. حلو. طبعاً وزي ما تفضلتي أنه الهأة من أهداف جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب هي تسليط الضوء على الأبحاث العربية وتشجيعها بنفس الوقت، وعلى مدار 42 سنة الماضية كان في أكيد مجموعة كبيرة من الأبحاث. هل هناك مثلاً قصص شفناها كان لها أثر على أرض الواقع؟ لأنه عادة الأبحاث الناس بيقيموها لحتى يحلوا مشكلة، فهل هناك شفنا نتائج على أرض الواقع؟ طبعا هلا احنا بس بدي انوه لشغله، انه هي الجائزه ما بتكون لبحث واحد، هي مجموع ابحاث عم بيقدمها الباحث في مجال معين. بس من اكثر الاشياء اللي احنا دائما بنحب نتابع مع الفائزين، يعني من سنه 82 احنا دائما بنحب انه نكون على تواصل مع الفائزين على مدى سنين، فكثير منهم صاروا وزراء ورؤساء وزراء، فممكن بدول طبعا عربيه مش بس بالاردن، فممكن انه البحث اللي ركز عليه في مرحله الفوز مع الباحثين العرب قدر انه يقدمه كحلول في دولته لما استلم منصب قيادي وكان له قرار سياسي انه يعمل فيه. هلا مثال على المواضيع البحثيه، مثلا السنه الماضيه كان عندنا بالعلوم الاساسيه الفيزياء الحراريه، والفيزياء الحراريه كانت عم اللي فاز المرشح اللي فائز كان عم تركز ابحاثه على كيف ممكن نعمل تصهير لمعادن كثير مهمه في تصنيع الالكترونيات الموجوده بالتليفونات الايبادز وهاي بطريقه اقل كلفه واقل ضرر على البيئه، وهذا إشي هلأ يعني تقريباً ثورة تكنولوجية جديدة خلينا نحكي، فكان كتير مهم إنه نحط نسلط الضوء على هيك نوع من الأبحاث حتى نوجه كل الباحثين إنه يركزوا على هذا النوع من الأبحاث. فهذا ممكن أثر غير مباشر، لكن دائماً البحث العلمي إحنا ما بنشوف الأثر بشكل مباشر بس بنشوفه على المدى البعيد. رائع. إذن منهنيكم على هذه الجائزة، بس نذكر أنتوا أطلقتوها بشهر 1 وبينتهي الترشيح ل 31/3 إن شاء الله. وإمتى بيتم الإعلان؟ الإعلام شهر 11، لكن إحنا يعني هلأ عطول أول ما نخلص الطلبات بنعمل معالجتها
وبنبلش عملية التحكيم إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا منى زقصة ومديرة البحث العلمي في مؤسسة عبد الحميد شومان. شكرا لك. تسلم.